السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجمعية ملتقى الفن والإبداع على استضافة شاعر كاتب أديب وأستاذ يشهد له بالخصال الطيبة، يشهد له بأنه من أحسن وأروع الكتاب في المغرب، وهو رائد الاستضافات في بالنسبة للمقاهي الأدبية. كلمة حق في أستاذنا بوجمع الكريك، حقا تعجز الكلمات عن وصفك أستاذي، لكن ما يمكن أن أقوله أو أن أبعثه إليك في هذه الرسالة الخاصة. نحبك جدا، نتشرف بك كأستاذ لنا، نتعلم منك من أخلاقك الفاضلة، كذلك كتلميذة مبتدئة في حقل الأدب نستفيد من إبداعاتك، من كتاباتك. كتاب أو ديوان شعري الذي يعود لك ملامح وجه شاهب، ديوان رائع لا يمكن أن أقول عليه شيئا، فقط أنه من إبداع أنامل أستاذ. يسعدني أن يضاف هذا الكتاب إلى مكتبتي. أشكرك جدا على استضافتك لي في المقهى الأدبي بترجيست، كان لي الشرف أن أحظى بتشجيعكم وبتشريفكم ذلك. وفي الأخير أود أن أقول لك دمت طيبا وأهلا وسهلا بك في الناظور، المدينة ترحب بك ونحن جميعا نحبك، تحياتي لك. مع الكريك صديق اللي تعرفت عليه من خلال الفضاء الأزرق، ما بعد ذلك الأرض الواقع حينما التقينا لأول مرة بالفضاء الثقافي المقهى الأدبي بوجدة، أذكر ذلك منذ زمن طويل. إنسان اللي هو حقيقة راقي، إنسان مثقف، إنسان يعشق الثقافة ويناضل كذلك من أجلها، يكتب باللغتين بالعربية والفرنسية، وما يجب التذكير به أن الشاعر بوجمع الكريك هو مناضل ثقافي، بحيث أنه تمكن من تأسيس مقهى أدبي أقول ذلك بين قوسين بمدينة نائية بعيدة في فخوم جبال الريف، تمكن من فتح أبواب مقهى. وبالحقيقة سي بوجمع الكريك، ما قلت عن الشاعر بوجمع الكريك، وفي الحقيقة لن أتمكن من الإحاطة بشخصية هذا الرجل، ويمكن ما نوفيهش حقه. فالأستاذ بوجمع الكريك، أو كما أحب أن أسميه المايسترو بوجمع، فهو صديق، هو الأستاذ واحد ضمن كوكبة من الشعراء المبدعين الذين يشقون طريق الإبداع والعطاء بعزم وإصرار وثبات. ولما نقول مجمع الكريك نقول المقهى الأدبي ترجيست، هذه المنارة الأدبية التي استطاع الرجل طبعا تشييد طرحها في فترة وجيزة جدا، لكنها كانت كافية للإشعاع والرفع بالمدينة والسير بها في طريق العطاء والتعريف بمبدعها إلى آخره. كل هذا طبعا بفضل الرجل سي بوجمع، هذا الرجل الذي يعمل دون كلل، يعمل دون ملل، يعمل كثيرا ويتكلم قليلا. إذا باختصار هذا هو هو الشاعر بوجمع الكريك، وأتمنى أن أكون موفقا في هذا الشهادة. شكرا عزيز. Je m'appelle Chibani Okacha. Je suis un ancien professeur de monsieur Abou Narjif. Alors, que puis-je dire à son sujet? Abou Narjif, en tant qu'homme, c'est un homme qui est sensible, c'est un homme qui est
C'est un homme qui a une imagination profonde, une imagination qui est très fertile. Ses collègues également, un collègue dont je peux reconnaître l'esprit constructif, l'amour de son métier, l'amour pour ses élèves. Et que puis-je dire également pour au sujet d'Abou Narjis, le poète. Le poète est doté d'une très très grande sensibilité, d'une imagination, comme je l'ai dit tout à l'heure, très fertile, au sujet de la diversité de ces sujets, de leur profondeur. C'est quelqu'un qui ne parle pas uniquement d'un homme particulier ou bien d'une femme particulière, mais qui parle de l'homme et de la femme dans leur universalité. Et ce que je peux dire également de l'amitié que j'ai avec Abou Narjis. C'est une amitié qui date de plus de 30 ans. À l'époque, il était encore élève. Bon élève. Un élève qui se distinguait par beaucoup de choses. Tout d'abord par son sérieux, par son élégance et aussi par son esprit qui taquine. À chaque fois dans ses interventions dans la classe, c'est quelqu'un qui bascule la discussion. Donc j'attendais toujours son intervention. Et son intervention, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle changeait complètement le sujet de discussion et c'est ce qui le caractérisait. Donc je lui souhaite un très très grand avenir dans le domaine de la poésie et dans le domaine de l'écriture de façon particulière. Donc chapeau pour son écriture, chapeau pour Abou Narjis, l'homme, l'ami